وإخراج أو خروج القوات الأمريكية التي تصفها بأنها محتلة تخرج بماذا؟ يعني هل تعتبر أن أعمال المقاومة أعمال مشروعة لهذه القوات التي تسميها بأنها قوات محتلة؟ لا أحد ينكر المقاومة أصلا، ماكو عقل بشري ينقض المقاومة ولا يعترف بها. المقاومة حق شرعي لجميع الشعوب، أي مكان وجد بها احتلال أوتوماتيكيا يوجد به شنو؟ مقاومة، وإن شاء الله ستندحر كما اندحرت في الفيتنام إن شاء الله. وهل السيد مقتدى الصدر يؤيد أي مقاومة مسلحة لهذه القوات التي تصفها بأنها محتلة؟ حق عقلي وشرعي. هل تؤيدها؟ هل تؤيد مقاومة مسلحة ضد القوات التي تسميها بأنها محتلة؟ ضد المحتل نعم، ضد غير المحتلة. لأن العراق الآن تصفه بأنه محتل، ولأنك وصفت المحتل بأنه أمريكي، إذن هل أنت مع أعمال مقاومة مسلحة من أجل تحرير العراق من القوات الأمريكية المحتلة كما تصفها طبعا؟ بشرط أن لا تضر بالشعب العراقي. سأتي إلى هذه النقطة، أنا أتحدث عن الموقف السياسي العام بهذه الطريقة. هل أنتم معها؟ بشكل صريح وواضح. بشرط أن لا تضر بالشعب العراقي، ما الذي تعنيه؟ بعدها ما بها تقية. ما الذي تعنيه؟ عدم الإضرار بالشعب العراقي، ما الذي تعنيه؟ أن لا تكون الحروب في المدينة، تكون خارج المدينة. ماذا كمثال أولي جبالي هذا؟ أن لا تضر بنفس الشعب العراقي. مثلا أنه يكون الهدف المخصص هو المقصود، لا أنه يتضرر به الآخرون لو صح التعبير، وهكذا من الأمور التي هم المقاومين أعرف بها مني.